دلوقتي نروح مع بعض ونشوف معاكم آخر وأهم الأخبار المحلية والعالمية وكمان أخبار المحترفين في الخارج. جريدة الوطن: أجير يتمسك باستبعاد سليمان وفتحي ومعاونوه، وليد أفضل من الشحات. بوابة الأهرام: حسن المستكاوي: سياسة أجيري خاطئة، الحاوي بديل محمد صلاح في المنتخب. اليوم السابع: بوريدا يعود من رواندا اليوم استعدادا لعمومية الجبلية. الوطن سبورت: حكام جزائريين لإدارة مباريات الدوري الممتاز. سوبر كورة: أيمن عبد العزيز يشكو معاملة جراس ويهدد بالرحيل. جريدة الأهرام: 4 لاعبين جدد في قائمة الإسماعيلي العربية. جريدة الأخبار: الإسماعيلي يفرض السرية استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي. صدى البلد: محمد صلاح حديث الإعلام الإنجليزي بعد مواصلة الإبداع في البيت.